بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو ده هتحاول نعرف يعني ايه تقنية حيوية. التقنية الحيوية او اللي احنا بنسمعها دايما يقول بايو تكنولوجي او بايو تك، ده معناه او على حسب التعريف اللي قالته اليونايتد نيشنز كونفنشن اون بايولوجيكال دايفرسيتي، قالوا ان هو اي تطبيقات تكنولوجيه تستخدم ايه نظم بيولوجيه او كائنات حيه او مشتقاتها لصنع او تغيير المنتجات او العمليات من اجل استخدامات معينه. على هذا الاساس وعلى هذا التعريف المعتمد عالميا، نجد ان مصر اللي اكتشف فيها اول مثل هذه العمليات منها حوالي 10,000 سنه هي مهد البيوتكنولوجي في العالم كله، يليها بعد كده الصين. النقطه الفارقه في هذا العلم كان باكتشاف الاستراكشر بتاع الدي ان ايه اللي قام بيه فرانسيس كريك وجيمس واتسون سنه 53. دول فعلا باكتشافهم الدي ان ايه عملوا نقطه فارقه جدا في تاريخ البيوتكنولوجي او التقنيه الحيويه على مستوى العالم. أنواع التقنية الحيوية اللي ممكن نحن نلاقيها في تطبيقاتها، واللي هم بيقولوا إن هي الأمل في العالم للسنين القادمة. أول حاجة بنلاقي اللي هي الزرقاء أو البلو باي تكنولوجي، ودي بتنطبق على التقنية الحيوية البحرية. في الخضراء او اللي هي الجرين بايو تكنولوجي، ودي اللي هي مرتبطه بالتطبيقات الزراعيه. وانصافا او قولا للحقيقه، ان البايو تكنولوجي اول اسهاماته العلميه كانت في مجال الزراعه، وده كان في بدايه القرن العشرين. طبعا استخدام حتى البيولوجيكال كنترول، ده نوع من انواع التقنيه الحيويه طبعا، او ان انا اعمل سلالات نباتات مقاومه للافات بدون استخدام مبيدات، ده برضو نوع من التقنية الحيوية. نيجي بعد كده التقنية الحيوية الحمراء اللي هي الريد بايو تكنولوجي، وديت اللي هي مرتبطة بالاستخدامات او استعمالات الطبية. وبنلاقي برضو عملية ان احنا نعدل كائنات وراثية عشان تنتج مضادات حيوية، دي برضو كلها تطبيقات مهمة جدا للحياة البشرية. وبعد كده عندي الوايت بايو تكنولوجي او اللي هي البيضاء او بيقولوا عليها الصناعية. اقدر اقول لحضراتكم ان 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 اجمالي الاموال المرتبطه بهذا النوع فقط من التقنيه الحيويه بيصل الى 4.5 بليون دولار على مستوى العالم. تعريف اخر: المكافحة الحيوية من أهم طرق المكافحة المستخدمة في السيطرة على الآفات الزراعية على نطاق واسع في العديد من دول العالم. وتعتبر المكافحة الحيوية أو المكافحة البيولوجية أحد أهم البدائل لتجنب أو الحد من استخدام المبيدات في السيطرة على الآفات الزراعية، والذي يعتبر أحد محاور الزراعة العضوية التي أصبحت التوجه الحديث للعديد من دول العالم لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن استخدام المبيدات. وتعتمد هذه الطريقة في المكافحة على استخدام أنواع مختلفة من الكائنات الحية الطبيعية في البيئة الزراعية لتقضي على الآفات الزراعية بهدف الحد من تعدادها إلى ما دون المستوى الاقتصادي. وتعتمد لذلك على المعرفة التامة بالمعلومات الحيوية والبيئية ودورة حياة الآفة المستهدفة وما يصاحبها من أعداء طبيعية في الوسط الذي تتواجد فيه الآفة، والعمل على الحفاظ على هذه الأعداء الطبيعية عن طريق زيادة أعدادها وحمايتها من التأثر بالاستخدام غير السليم للمبيدات. ومن أبرز مميزات المكافحة الحيوية أنها آمنة على الإنسان وغير ملوثة للبيئة، كما أنها مستدامة حيث أن الأعداء الحيوية تتكاثر طبيعيا، وهي اقتصادية على المدى البعيد بالمقارنة مع الطرق الأخرى. أرجو أن أنا أكون وفقت في سرد عرض بسيط جدا لتعريف البايوتكنولوجي، وأشكركم. السلام عليكم.